محطاتنا لليوم مع ضيوفنا رح نبدأها مع الابتسامة يلي هي مفتاح الدخول لقلوب الكتير وبواب بحياتنا، لكن هالمرة الابتسامة عم يرسمها شباب سوري ضمن مشروع ورجعت البسمة لسوريا. طبعا ليا يلي انطلقت بمؤتمر الذي عقد في 8 و9 من شهر نيسان الماضي للحديث أكثر عن هذا المشروع، معنا بالاستديو السيد عبد الرحمن أبو لبادة رئيس مشروع بسمة سوريا والأستاذ محمد البلقي من مؤسسي المبادرة. يسعد صباحكم. يسعد صباحك. صباح الأخبارية وصباح كل سوريا إن شاء الله. أهلا وسهلا، يسعد صباحكم. بداية خلينا نحكي عن فكرة المشروع وكيف كانت التحضيرات له. تحضيرات المشروع الأول ورجعت البسمة سوريا هو مجموعة من الشباب السوري اللي أدركوا الوضع اللي احنا فيه الحالي حتى نطلع من جو الحزن اللي احنا فيه كشباب سوري. كمشروع رجعت البسمة سوريا هو شباب سوري منتشر بكل أنحاء العالم طبعا، وحيث يجب أن نكون سنكون أي سوري موجود حنكون معه بكل العالم إن شاء الله. أكيد. هو مبادرة بلشت على السوشيال ميديا طبعا عن طريق الفيسبوك، جمعنا من 36 دولة حول العالم بالشباب اللي عنا مؤسسين طبعا من دمشق وعنا في عدة أماكن منشورين طبعا بسوريا وخارج سوريا بصفحات السوشيال ميديا. يعني رح نتابع اكيد حديثنا معك، ولكن خلينا نروح عند السيد محمد يلي هو مؤسس هيدا المشروع او طبعا. مؤسس هي الفكره. خلينا نحكي، يمكن حكينا شوي مع الاستاذ عبد انه كيف انطلقت هي الفكره، كيف خلينا نحكي بتفاصيل عن الاشخاص، تفاصيل المشروع الكامل المتكامل. طبعا ايد وحده ما بتزقف، اكيد في اشخاص كثير عم يتعب. الفكره بلشت من الاساس، احنا شايفين وضع البلد، احنا لأي مدنا نستنى؟ يعني قعدنا فكرنا انه شو لازم نعمل، لازم نبلش قبل ما نروح يفوت الاوان. اليوم اطفالنا عم يكبروا، اليوم احنا اذا بدنا نبني هذا البلد فبدنا نبني من طفلنا. صحيح. فكرنا كثير انه لازم نعمل شيء. عملنا اتصالات كثير كبيره كثير طويله مع سوريين برا، حاولنا انه نشوف شو هدول العالم شو عم يساووا برا. كان الرد كتير فظيع انه احنا داخلنا برا، ايمت بدنا نرجع على البلد، ايمت بدنا نكون هون؟ احنا اولادنا بلشوا يتعلموا اساسيات مو اخلاقنا ومو وضعنا ومو ترتيبنا. صار في كتير عالم خايفه على اولادها. تواصلنا مع حدا برا شلحوه ابنه، لمجرد انه انبوا لابنه شلحوه اياه، حطوه ما عاد يشوفه. هذا الشيء بلش يضوج العالم، واحنا بلشنا نفكر انه طفلنا اللي برا وطفلنا اللي موجود بقلب البلد شو لازم نعمل؟ شو لازم نعمل ترفيه؟ شو لازم نعمل شيء حتى لازم شو لازم نطلعه من هالجو وهالصور؟ ضروري مليون بالمية. مشان هيك بعقله. شكلنا فريق، هو فريق العمل النفسي، هدول عم يشتغلوا مع أولاد البلد الموجودين هون. برا لنا أكثر من مكتب وأكثر من فريق عم يتواصلوا، حتى النشاطات الترفيهية اللي عم تكون موجودة عندنا بالبلد عم يطلعوا لهم اياها لبرا، عم يفرجوهم للاولاد السوريين اللي موجودين برا وللاهالي السوريين الموجودين برا انه احنا بسوريا مو هذا اللي عم يوصفوا لنا. مو الفكره الغلط اللي عم توصل. تمام، احنا هذا اللي بدنا اياه. يعني ما نوصل الفكره الصح الموجوده، مو الفكره الغلط اللي يعني اليوم الفيسبوك والتواصل الاجتماعي كلياته بلحظه عم ينشر بكل العالم. صح. بلحظه بيجيني 100 تليفون انه شو صاير بالشام؟ شو صاير بساحة الأمويين؟ شو صاير كذا؟ يعني خبر بيوصل ليا أكثر، الخبر بيوصلهم قبل. تمام يعني. تمام. إنه ما في شيء، لكن إحنا قاعدين هون، لكن أنا بالمزة قريب، ما يعني ماني بعيد عن الأمويين، بس والله ما في شيء. هذا الحكي إحنا بدنا نوصله اليوم، نوصل إحنا إنه ما في عنا شيء. بلشنا نخلص إن شاء الله رح يوصل صوتكم، ورح نكمل معك سيد محمد، ولكن خلينا نتابع هالتقرير عن أنشطتكم. حزم وعباد
لمساتها أحلى منا، كلماتها باتت نجوى. لا تنسى أخا الكلام، أقوالها حد الحسام، بالحق لا تخشى المنى. يعني مثل ما تابعنا ضمن هالتقرير أو ضمن هاللقطات، هي الأنشطة أو هو مختصر من الأنشطة بمشروع رجعة البسمة لسوريا، يلي نحن رح نتابع أكيد حديثنا معكم مع ضيوفنا يلي موجودين بالاستوديو، ونحكي مع حضرتك أستاذ عبد. يعني مثل ما شفنا في شيء بمس سوريا، في أعمال سورية، في مواهب سورية، في مشاركات عديدة، خلينا نحكي عنها أكثر. لا طبعاً هن المشاركات كلها سورية. نحن اليوم مجموعة شبابية سورية عربية، بس هو الأساس للسوريين. نحن اليوم سوريا مثل ما الأستاذ محمد لازم نطلع من توب الحرب. يعني نحن عشنا أزمة، الجيل تبعنا جيل صار جيل أزمة تسمى. الجيل الطفولة نحن طبعاً جيل الطفولة نحن لازم نلحقه. يعني اليوم في شيء اسمه اليأس، واليأس خيانة لأي وطن، يعني لأي عقيدة، لأي قضية خيانة. فنحن ما لازم نستمر بهذا الوجع. اليوم أي وجع هو لازم نستأصله، ما لازم يستمر. فاليوم نحن كثير انتقدنا أنه وقت البسمة، قالوا طب إذا مو هلا وقتها، نستنانا كمان 7 سنين تانيات. يعني الأطفال الصغار اليوم كبروا، وعيوا على شيء ما لازم يوعوا عليه. نحن خلينا نلحق هذا الجيل. فنحن كان اليوم توجهنا الأساسي للطفولة. في عنا مهرجان الطفولة والشباب، هو قائم على نشاطات ترفيهية منتشرة، من تبني مواهب لحفلات إيفنتات طبعا على شكل دوري بالسنوي. وعنا شيء اسمه دعم نفسي. الدعم النفسي اليوم في عنا كتير أطفال نحن اهتمينا بحالاتهم، أطفال منسميهم، آسف على التسمية، أطفال بالشوارع. يعني احنا اهتمينا فيهم نفسيا، اهتمينا فيهم، دعمناهم حتى معنويا، وحتى اليوم في منهم عم ندعمه صحيا وعلميا. يعني اليوم انت لما توجهي رسالتك رسالة للطفل، فاليوم الطفل أي سوري، أي سوري بالعالم، اليوم أنت مشروعك بسمة، ومشروع صحيح. البسمة ما حدا ضده. فاليوم نحن لازم نطلع من هذا التوب بشيء. مشروع صعب كمان البسمة. طبعاً طبعاً. هلا مشروع هو مشروع سلاح ذو حدين. يا نستخدمه صح، مثل مواقع التواصل الاجتماعي. هو اليوم نحن كنا عم نحكي على إنه الخبر بينتشر بطريقة مرعبة. تمام. طب نحن اليوم هذا السلاح لازم نستخدمه لشيء لفائدة. اليوم سوريا 7000 سنة. يعني نحن بتتمر الحرب 7 سنين 8 سنين بدها تخلص. في إلى يوم بداية وإلى يوم نهاية. فنحن لازم دائما نتأسس للمشروع اللي بعد الحرب. بعد الحرب عنا خطة، عنا خطة طبعا توعوية، خطة ترفيهية للطفل مشان نستلمه من عمر 7 سنين. نحن طبعا يعني نحن عمر 7 سنين وللأعمار. اليوم رجعت البسمة سوريا، لا في مكان تنتشر فيها، ما في حدود بكل العالم، بأي مكان في سوريا حنوصل له. وبنفس الوقت البسمة للجميع والأعمار من 7 سنين وقد ما بدك. يعني مشكورة جهودكم. طبعا سيد محمد مثل ما سمعنا في عم تستهدفوا شريحة الأطفال، يعني هي شريحة شوي لوضع حساس بظل الحرب على سوريا، اللي هي شريحة استهدفت وعم تتعذب نفسيا. يعني بالنهاية بنقول شو ذنب الطفولة. كيف عم بتلاقوا التعامل مع الأطفال؟ يعني هل عم تلاقوا صعوبة؟ هلا يعني اليوم انت لما بتنزلي لعند طفل عم تنزلي عنده، يعني انا عم بحكي على الاطفال اللي هن صار في عندهم مشاكل بالازمه، تهجروا، ما عاد في عندهم مأوى، ما عاد في عندهم اكل، ما عاد في. اليوم عم تتعذبي انت بهذا الشيء، لانه اليوم انت بدك ترجعيه، بدك ترجعي له نفسيته، بدك ترجعي له ابتسامته. هذا الشيء ما انه سهل. يا
يعني ما بدك تشتغل شيء مادي ملموس، بدك تشتغل شيء نفسي اهم من المادي تماما. اليوم انت عم تبني شيء هو بالاخير ما حدا بينكر انه هو بالاساس البلد. احنا اذا بلشنا بالطفل حكيت حنبني البلد، بس بالاخير التعب هذا بصراحه احنا عم نشوفه كتير سهل يثمر لما عم نشوف انه حدا من الاشخاص بلش هو ينبسط يطلع انه احنا بدنا اياك تعمل هي القصه، عم يعملها ومبسوط ومرتاح وبلش هو يتواصل معنا. احنا امبارح على التواصل الاجتماعي على الفيسبوك كان عنا في عنا فقره بضمن شغلنا اسمها غني وعلي للاولاد اللي بحبوا يغنوا. فاز فيها شاب ما بتتخيلي يعني الفرحة. التواصل مع حتى مع الاستاذ ادم امبارح كان او عبد الرحمن، احنا ادم بنسميه ادم لانه هو بالنهايه فنان في له مجال عمل كفن. التواصل معه طول الليل امه هي عم تشكر انه يسلموا الولد ما عم ينام قد ما عم يضحك ومبسوط وفرحان يعني هذا الحكي معنا يعني سهل. يعني حققتوا شيء للطفل ولاهل الطفل. لاهل الطفل صح. نحن تم التواصل حتى مع فنان سوري هو أدى موهبته بغنية للفنان السوري معين، فتم التواصل معه وإهداء سيلفي خاص له، فكانت فرحة كتير كبيرة. نحن يعني أخذت نسبة مشاهدة فاقت 5000 بأقل من 12 ساعة. حلو. على مواقع التواصل الاجتماعي، وهلأ الطفل هذا عم يتهيأ لحتى يقدم موهبته قدام بمهرجاننا القادم إن شاء الله قدام آلاف الناس. نعم، يعني أكيد نحن كمان بدورنا بدنا نوجه تحية لكل الفنانين والأساتذة اللي مشاركين ضمن هالمشروع ولكل شخص يمكن عم يقدم شيء للطفولة. خلينا نروح بمنحة الفن، بما أنك فنان وموهوب خلينا نحكي قديش الفن أو قديش الفنان هو حساس، فما بالك إذا طفل فنان وطفل عم يعاني، قديش يمكن خطوة صعبة، قديش هي خطوة يمكن جبارة لحتى تحتضنه لهذا الطفل وتخليه يمشي خطوة ورا خطوة. هلأ بالنسبة للفنان الفيلسوف قسطنطين ستانيسلافسكي طبعا الروسي، أقوى ذاكرة بيحكي على الذاكرة الحسية هي للفنان. الذاكرة الحسية بتصنع فن. اليوم الإحساس هو أساسا إن كان كفنان إن كان كأي أحد منا عنا له وضعه الاجتماعي الخاص، فالإحساس عنده هو أساس أي عمل. الطفل اليوم لما بيصير عنده بتولدي له بفكره إنه هو عنده موهبة بالفن، فالفن اليوم بيجمع. نحن دائما نحن رسالتنا بدنا نجمع ما فرقته السياسة. نحن اليوم للكل، نحن رسالتنا بسمة، وأي رسالة بسمة بدك تلاقي أنت مجال تجمعي فيه كل الآراء وكل الناس إنه نحن لوين رايحين. يعني نحن عنا اليوم فنانين عنا بنرفع رأسنا فيهم طبعا. أي أحد من الفنانين عم نتواصل معه للمشروع عم نلاقي معنا مباشرة بدون أي تردد، مشروعكم بسمة وطفولة نحن معكم. يعني انا كثير لقيت من فنانين كبار اسماء كبار حيكونوا موجودين معنا طبعا بالمهرجان القادم ان شاء الله. فاليوم نحن كثير بنحب نتشكر الفنانين كسوريين وحتى كعرب، يعني حتى خارج الحدود السوريه موجودين معنا بمشروعنا. فاليوم على سؤالك انه قديش الفنان اليوم يكون كطفل فنان، فانت بتقدر تلعبي على الوتر الاحساس مع الطفل، بتحركي كيف ما بدك. حتى بالاغاني نحن كمجموعه رجعت بسمه سوريا الغنائيه عم تحركي احساس وعم توظفيه بالمكان الصح. انتم عم تجددوا كمان برامج الاطفال للشارات تبعها عم ترجعوا تماما. هو مبدا انه هي الشارات بتحيي بقلبك حب الانسانيه، حب الخير، حب الاخرين بدون اي علاقه بالتعصب، بدون اي علاقه بشيء اسمه عرقي. نحن اليوم على رسالتنا فن، رسالتنا واحده للانسان، رسالتنا انسانيه السلام. تمام استاذ محمد، بدنا نتوجه لك ورجعت البسمه لسوريا، وان شاء الله يا رب بجهودكم وجهود كل اللي عم يسعوا لترجع البسمه لسوريا ترجع البسمه لسوريا. شو مشاريعكم المستقبليه؟ هلا اهم مشاريعنا المستقبليه كايفنتات هلا عنا بنهايه يعني بنص هذا الشهر تقريبا، لسه ما تحدد التاريخ باليوم. عنا ايفنت كثير مهم حيكون في الطفوله، حيكون في الشاب اللي نجح بيغني وعلي حيكون موجود، حيغني قدام 2000 شخص بالمدرج الروماني بتشرين. حتكون الدعوه عامه طبعا لكل العالم. اليوم احنا كل فكره موجوده لحتى نخلي الطفل يبتسم، لحتى نخليه يبلش يطلع اللي جواته من فكره من موهبه من كل شيء، يعني من كل شيء احنا جاهزين ليكون معه. وكيف كل حدا عنده موهبه او كل حدا حابب يكون معكم اطفال او عم يتواصلوا معنا عم يتواصلوا معنا يشوفوكم كيف فيهم يتواصلوا معكم؟ عم يتواصلوا على صفحتنا على الفيسبوك ورجعت البسمه سوريا. نعم. عم يجينا بعدين احنا اليوم يعني
من 8 شهر لليوم احنا اكثر من 3000 شخص ورجعت البسمه سوريا. ان شاء الله يا رب. الفكره كثير حبتها العالم، كثير كثير صارت عم تتواصل انه انا بدي اكون معكم. هذا الكلام نحن اليوم على كلمة الأستاذ محمد، الفكرة الإبداع اليوم هدف رجعة البسمة سوريا المستقبلي، خلينا نقول نحن الهدف القريب والبعيد. بس الهدف القريب اللي نحن عم نشتغل عليه اليوم السوريين مكان بأي مكان بالعالم، داخل سوريا أو خارج سوريا، بدنا نوصل له الشاب السوري. اليوم عندنا نحن مشروعنا الأول حيكون مشروع الطفولة، الاهتمام الأول بالطفل لحتى نأسس جيل نقنعه برجعة البسمة سوريا لحتى تكون سهل جدا لإقناع الجيل الشباب إن شاء الله. تمام، نحن كثير منتشكر حضوركم ومنتشكر جهودكم المبذولة، وإن شاء الله يا رب منتابعكم بمشاريع تانية عبر شاشة الإخبارية السورية. شكرا كثير لك أستاذ عبد الرحمن وأستاذ محمد، نتشكر حضورك. أهلا وسهلا فيكم، إن شاء الله صباحكم غير. شكرا لكم وصباح خير لك سوريا. يسعد صباحكم، شكرا كثير لكم.